وضمن سياق الزيارة، أعلن رئيس الوزراء إدراج مجموعة مشاريع جديدة في عدد من أقضية المحافظة ونواحيها، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية التي تبنتها الحكومة. جاء ذلك في أثناء ترأسه اجتماعا لمسؤولي الدوائر والتشكيلات الخدمية في المحافظة. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أوضح أنه تم إدراج مشاريع مجاري أقضية المقدادية وبلدروز وخنقين وبهرز وبني سعد وناحيتي جلولة وكنعان. مسألة إكمال المشاريع المتلكية أولوية بالنسبة لنا. نجي بعدين للمشاريع الجديدة، سواء كان ضمن تخصيصات المحافظة أو تخصيصات الوزارات، وهذه أيضا موجودة في تنمية الأقاليم، مترو دولار جدولها، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية اللي تبنتها الحكومة، ووضعنا أيضا مجموعة مشاريع. من المعيب على الدولة، احنا بال 2024 نتحدث عن البنى التحتية، مو صحيح. هذه البنى التحتية بترق أساس، ومجلس المحافظة اليوم بالتأكيد من واجباته الرقابة وتقييم المدراء والمسؤولين التنفيذيين على هذا الأساس. بنفس الوقت مجلس المحافظة مطالب أن يدعم التنفيذيين بدءا من السيد المحافظ ومدراء الدوائر. أي نجاح يتحقق للمحافظ وإدارته التنفيذية بدوائره هو نجاح لمجلس المحافظة وللقوة السياسية اللي موجودة في المحافظة. احنا فريق واحد،